انه كتلتين مسيحيتين الاكبر هن لا انتخبوا رئيس مجلس نواب ولا انتخبوا رئيس حكومه ولا سموا رئيس حكومه، وعم تقول حضرتك انه هذا سينعكس حكما على موقع الرئاسه المارونيه بحكم المحاصصه أكيد. الطائفيه أكيد. بحكم انه لبنان عم يشتغل مزبوط. بشكل كيف؟ ايه خلينا شوي نحكي، اول شيء نحكي عن الاستحقاق الرئاسي ربطا بما عم بيصير الحديث عن انه اذا فتنا بفراغ بدنا نشوف شو كيف شكل الحكم رح يصير. اول شيء بجبران باسيل وسمير جعجع، واحد حاكم واحد مش حاكم، واحد اثنينته كانوا بالسلطه، هن مسؤولين عن وصول هن ورئيس الحريري وسامحة الأمين العام، هن مسؤولين عن وصول ميشيل عون إلى سدة الرئاسة وفشلوا في حكم البلد، وفشل وخلاف ساعتها جبران باسيل مع سمير جعجع وفشلوا مع الحريري واختلف مع الكل تقدر يحكم وحده طمعا بكل شيء، فشل البلد. نحن هون قدام مشكل كبير، كيف بدنا نحل القصة؟ تحل القصة بتروح بتشاركوا بالسلطة التشريعية وبتشاركوا بالسلطة التنفيذية. شو جايين تضحكوا على الناس؟ أنا عم بحكي عن اثنين، ما عم بحكي عن واحد، عم بحكي عن سمير جعجع كان مثل ما عم بحكي عن جبران باسيل. بتروحوا بتشاركوا بالسلطة بتنتخبوا، بتروحوا بترشحوا بتنتخبوا مين ما كان، بيطلعوا على القصر الجمهوري وما بيسموا حدا القوات. خي أنت ليش ما بدك تسمي حدا؟ ما عندك واحد سني معبالك عينك بلبنان؟ سميه. ما بيصير هذا الشغل، ما بيصير. بعدين جبران باسيل، بس خليني كمل. اتفضل. بعدين انت يا جبران باسيل انه انت الدوله كلها غارفها كلها، من المال العام للمال الخاص لكل شيء، للاجهزه الامنيه للاجهزه القضائيه لوزاره العدل، حاكم البلد كله لغادة عون، روحي وتعايد تعاي وروحي اللي بدك اياه. انت عامل حالك مظلوم، بدك تعمل هلا حالك معارضه. نعم. انه نحن وين عايشين؟ مش شو مستجحشيننا انتو؟ مستهبليننا؟ يعني وين اخذين البلد بعد؟ شو بدكم بعد؟ نحن عم نصلي امتى بتخلص مدة ولاية رئيس جمهورية تتفلوا عبيتكم من كل عقلك؟ بكرة بس يروح على البيت فخامة الرئيس والوزير جبران باسيل، رح يضل في لواء حرس جمهوري يأمنوا لواء طويل عريض لجبران باسيل، ورح يضل في القائد الجيش جوزيف عون يحط له لواءين ثلاثة لجبران باسيل يزور عكار. لا هيدي خلصت القصة، كل واحد بينعرف حجمه. بكرة انتم فايلين وتركين، تركين بيروت مهدمة، تركين الاقتصاد اللي هجمتوا عليه، هجمتوا على المصارف وهجمتوا على الناس وعلى مصرف لبنان وحبستوا العالم وهجمتوا على كل شيء، هولي كلهم في له حساب. انتم قعدتكم بالمتن مش مكفولة، خليني كفيك. كيف يعني؟ كيف يعني قعدتكم بالمتن؟ قعدتكم بالمتن مش مكفولة، يمكن يروحوا يقعدوا بالبترون لأنه مش مزبوطة. مين بده يقعد؟ جبران باسيل أول واحد. ما في حط 100 عسكري مربعات امنيه بالمتن، ما بدنا. انا من المتن عم بحكي. اوكي. بس انه الرجل مواطن لبناني قاعد ببيت بمنطقه، مين بده يجي يشحطه منه؟ بكره في بتشوفي بالاحزاب كلها قايمه مظاهرات النواب، ما بدي اسميهم تغييريين ولا سياديين لانه بلبنان ما حدا تغييري ولا حدا سيادي. النواب الجدد اللي عم يدعوا انه هن النواب 17-20 بدون، انا ماني شايف انه الامور رايحه على رواق، الامور رايحه على انفجار، وما حدا يمثل لا جبران باسيل ولا حدا يمثل انه هو معارضه ولا جعجع. أوكي. جعجع كان بالسلطه. طيب. انا عم بحكي عن انا عم بحكي اللي معي واللي علي. عال. بس حضرتك بما انك عم تحكي اللي معك واللي عليك اللي لك واللي عليك، انه كمان مش جبران باسيل الوحيد يلي هو هذا برايي بالسلطه. هذا برايي انا عم بطرح عليك. ايه بعرف انه هذا برايك بحترمه انا. ايه بس جبران باسيل هو الوحيد يلي بالسلطه يلي هو لازم الناس يحاسبوه. لا جبران باسيل يعني؟ اللي ما انتخب الرئيس السني. انه حركه امل وحزب الله ما كانوا بالحكومات؟ لا. انه ما في انه ما في يا استاذ جوزيف، انه ما في قوى سياسيه مسؤوله عن اللي صار بالبلد الا جبران باسيل. حزب الله وحركه امل ووليد جملاط اكلوا طعمه، جبران باسيل اكل وحده وما طعم حدا من جماعته. هذا ببرر اكل وطعمه انه ببرر شو بعمله؟ ببرر انه هن ببرر ايه؟ اساءوا استخدام السلطة. بيكون في عندك بالدوله 100,000 موظف شيعي بيكون يعني اكلوا طعمه وظفوا جماعتهم. بس هيدا مدان اصلا بمجرد ما انا ما في شيء مدان خلص هيدا البلد ما في شيء مدان. ما في شيء مدان. بس هيدا انسي. بس هيدا الزبائن لك القضاة ما عم يطبقوا قانون. حضرتك قانوني. مدعي عام مدعي عام جبل لبنان بتقتحم بيوت وهي مبلغة انه كف يدها وما بتقبل كف اليد. اي قانون؟ اي قانون اكلوا الحمار تبع غوار طوشي؟ اي قانون؟ انسي.
بتحكي مع جوزيف ابو فاضل بالقانون، انا اكثر واحد قانوني، بس اي قانون منهم؟ اي عدليه؟ وين وزاره العدل؟ بفهم انه اليوم وين مجلس قضاء؟ وين مدعي التمييز؟ وين رئيس التفتيش القضائي؟ روحوا يستقيلوا يقعدوا ببيوتهم كله. ليه؟ لانه ما عملوا شيء، ما قدروا عملوا شيء. لانه غادة عون اما تابعه كقاضيه لمدعي عام التمييز، اما تابعه لمجلس قضاء، او تابعه لجبران باسيل وميشيل عون. خلصنا مع الوضع، قصه واضحه. طيب هلا عم نحكي لا عم نحكي غادة عون وحاكم مصطفى بس عم بتقول حضرتك ما عم بحكي انا بحكي عن بحكي عن غادة عون انت لقى من ملف مشان مكتف هي حول 4 مليار خي هذا ما بيحول هذا بيشحن هذا مش هذا بيشحن مصاري يعني السنس بيكتبوا بايده وما عم بيشتغل مع جماعه الامريكان والاتحاد الاوروبي على الميلي بيطلع على المصاري $100 المخزوقه بيعملوا فيها رابور يعني ما بيعرف شو فيه ما له حق يقتحم بيوت العالم ويعمل الى ما هنالك هذا كله تخبيص وتخبيص شهرين ثلاثه بنخلص والله بيفرجها كيف يعني الله بيفرجها بعد شهرين ثلاثة؟ الله بيفرجها. لا أنا عم بسألك لا حتى إذا الله بيفرجها خلينا نقول للناس كيف يعني الله بيفرجها بعد سنتين إنه بعد خروج ميشيل عون من الرئاسة؟ أكيد شو لك؟ كيف بده يفرجها؟ يفرجها ما عليك هلا إنه بيجي رئيس جديد قصدك؟ رئيس جديد؟ إيه إنه كيف بده يفرجها؟ يعني عمليا ما في رئيس ولازم يكون في رئيس كيف بدها تنفرج يعني؟ تنفرج خلص بيستلم مجلس وزراء مجتمعا السلطة وساعتها كل شيء بينوضع له حد.